طيب ان شاء الله نكمل النهارده الايه بقيه الكورس اللي احنا كنا بدأناه. احنا المره اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على موضوع الاليستيك سيرش، وكان حصلت معانا شويه مشاكل في الاليستيك سيرش، وبعت للراجل اللي المفروض ان هو ماسك اللاب، التست لاب اللي معمول دول، لسه مستني بس منه رد معين عشان اشوف بس موضوع المالتي كاست شغال عنده ولا لا. بس لحد ما يجي لي رد منه عشان موضوع المالتي كاست ده، وانا اتاكد بس ان هو شغال ولا لا. ايه، فاحنا بس خلينا نوقف ده كده مؤقتا على جنب، وخلينا نشتغل في حاجه تانية. تمام، انا بعت له ايميل بعد السيشن المره اللي فاتت عشان بس نتاكد من الموضوع ده. ما اعرفش هم عاملين انيبل ولا ديسيبل المالتي كاست عندهم، الله اعلم. بس عشان بس ما اكونش بفتي، لان انا ما عنديش اي فيزابيليتي على الباك بون بتاع النتورك بتاعتهم هناك وما عاملين فيها ايه. طيب ايه اللي ممكن نعمله لحد ما يجي بس رد منهم؟ ان احنا ممكن نبدا ايه نخبط في حاجه تانية كده مؤقتا من الحاجات اللي كانت موجوده عندنا، الحاجات المهمه. حد فيكم فاكر ايه الحاجات المهمه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها؟ حد لسه فاكر كده بسرعه ايه الحاجات المهمه جدا؟ دي ان اس والانتي بي. صح، كان عندنا الدي ان اس والان تي بي واللوجينج. طيب كلام جميل. طيب خلينا نبدا النهارده نتكلم على موضوع الدي ان اس. موضوع الدي ان اس احنا قلنا قبل كده ان هو مهم جدا جدا عندك، هو الان تي بي. الان تي بي اكيد مفهوم ومعروف جدا، لان كل حاجه عندك شغاله تايمينج، صح؟ التايم لازم يكون سينكرونايزد بين الماشينز كلها. مش معقول ابدا لو التايم عندك، او مش معقول ابدا اصلا يكون عندك انفايرمنت كل سيرفر واخد وقت مختلف، او كل سيرفر شغال كده بمزاجه، ده في تايم زون مختلفه وعنده وقت، وسيرفر تاني بوقت تاني خالص. طبعا الدنيا هتبقى عكه على الفاضي يعني، وبالذات لو حبيت تعمل اوديت وتشوف مين عمل ايه امتى بالظبط، هتبقى كارثه بالنسبه لك. فموضوع التايم ده مهم جدا. بالمناسبه، من غير ما يكون في سينكرونايزد تايم، في عندك مصيبه تانية اكبر، ان بعض السيرفرز عندك هتفيل. بعض السيرفرز دي زي كيربروس مثلا، كيربروس محتاج وقت، لان التيكت اللي انت بتاخدها عشان تعمل اوثنتيكيشن ايه بتبقى محكومه بوقت معين. فتخيل انت عندك جهاز، انت حبيت تعمل لوجن على جهاز، والتيكت اللي معاك بتقول ان المفروض التيكت دي فاليد وليكن من الساعه 9 مساء النهارده، لكن فعليا انت الوقت عنده او الوقت على الجهاز ده الساعه 7 بالليل. بيقول لك التيكت هتبقى فاليد من الساعه 9، وانت جاي له الساعه 7 هيقول لك لا استنى اركن على جنب، في مشكله عندك في التيكت دي، ويقول لك التيكت دي انفاليد وهيفرقع في وشك. فموضوع التايم ده موضوع مهم جدا. طيب خلاص اركن لا التايم على جنب. طب ايه تاني اللي مهم عندي؟ قلنا موضوع الدي ان اس. موضوع الدي ان اس ده من اهم الحاجات اللي موجوده. بص، الدي من غير دي ان اس، من غير دي ان اس يعني، بالمناسبه ممكن واحد يفكر ويقول لك يا عم بص ما تقعدش توجع راسي، انا هحط كل حاجه في اي تي سي هوستس، وانا عايز الدنيا تبقى صعبه عليا مش مشكله، وانا همنتين اي تي سي هوستس كويس، وهكتب مثلا اي انسب البلاي بوك، او هكتب باش سكريبت، والباش سكريبت دي تتاكد ان ايه، ان الاي تي سي هوستس سينكرونايزد على الماشينز كلها، وليكن كل 10 دقائق هيروح يشوف اي تي سي هوستس، لو لقى التشيك سام بتاعها مختلف على جهاز هينقلها من الريبو اللي موجوده عندك، او ينقلها من الجيت هاب ايا كان بقى، نشوف انت حاططها فين. ممكن تكون عندك عامل لي جيت ريبوزيتوري موجوده عندك لوكالي ومحطوط فيها اي تي سي هوستس، وكل شويه بيروح يبص عليها يشوف الاول التشيك سام بتاعها هو اخر تشيك سام ولا لا، لو لقى زي ما هو خلاص خير وبركه، لو لقى مختلف ينقل الملف ده. تمام، فدي ممكن واحد يفكر فكره زي كده، بس معلش اعذرني هقول لك بس استنى بس عندك. حتى لو انت عملت كده، ففي بعض السيرفيسز معتمده على الدي ان اس بشكل كلي. خلاص، بعض السيرفيسز معتمده على الاوتوماتيك دي ان اس ديسكفري، فلو انت ما فيش عندك دي ان اس السيرفيس دي مش هتشتغل. وابسط مثال عليها اللي الناس كلها يعني بتفكر فيه، اشهر مثالين موجودين على الفكره دي، المثال الاولاني الكيربروس رقم واحد، المثال الثاني الاس ام تي بي سيرفيس او الايميل سيرفيس. خلاص، من غير ما يكون عندك دي ان اس انفراستراكشر، عمر ما هيحصل عندك ديسكفري. ايه ديسكفري دي؟ يعني انت لما تبعت ايميل لمصطفى اتياهو دوت كوم، انت اصلا تعرف تبعت لاي سيرفر عندي؟ هتقول له مصطفى اتياهو، هو انت بتبعت للدومين اللي اسمه ياهو ولا بتبعت على سيرفر في الدومين ده؟ انت المفروض بتبعت لليوزر اللي على الدومين ده، صح؟ لكن بتبعت لسيرفر، السيرفر ده انت ما تعرفش اي سيرفر. هل بتبعت ل اس ام تي بي 1، اس ام تي بي 2، اس ام تي بي 10،
500 ما اعرفش السيرفر ده اسمه ايه بالظبط. خلاص، فموضوع السيرفيس ديسكفري ده هو موضوع مهم جدا، من غير دي ان اس مفيش عندك سيرفيس ديسكفري. طيب كلام جميل، يبقى كده عندك الاوثنتيكيشن وعندك الايميل سيرفيس. طبعا مش عايز اقول لك بقى سيرفيس ديسكفري دي مهمه قد ايه في موضوع الفيديو كونفرنسنج. لو حد فيكم عنده اي باك جراوند على موضوع الفيديو كونفرنسنج وحب يشغل سيرفيس مشهوره جدا، مثلا لو انت عندك لوكال ويب اكس سيرفيس مثلا بتاع سيسكو دي، لو حد عند لو حد فيكم خد اي خلفيه على الموضوع ده، هيلاقي ان الدي ان اس انفراستراكشر يعني لو مش موجوده فانت الله يرحمك. خلاص، ففي بعض الفويس والفيديو كونفرنسنج تكنولوجيز معتمده اعتماد كلي وجزئي على موضوع الدي ان اس. خلاص، فانسى موضوع انت تعمل باي باس للدي ان اس سيرفيس دي، الموضوع ده تقريبا يكاد يكون احتماليته صفر، لازم يكون عندك دي ان اس انفراستراكشر. طيب كلام جميل، برضه لازم يكون عندك اوثنتيكيشن انفراستراكشر. حلو، طيب خلينا بقى كده الموضوع بتاع النهارده نلم الدنيا دي كلها على بعضها. يمكن قبل كده الموضوع ده قبل كده شرحته قبل كده بشكل سريع مفصل، بس المره دي خلينا بقى ايه نكبر الموضوع شويه شويتين كمان، مش شويه بس. بص يا سيدي، بعيدا عن الراجل اسمه بوجبا ده، بعيد عنه. تعالى كده نعمل ايه، تعالى كده نعمل، او قبل حتى ما اعمل فيرتشوال ماشينز، تعال الاول اعمل حاجه كده هنا. هندسة شغل الشير. حاضر، بعمل شير اهو، لسه هبدأ اهو. اعتقد انتوا كده شايفين صح؟ ماشي، كلام جميل. طيب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ بص بكل بساطه، عندنا برودكت كده موجود، ايه المفروض هعمله، ايه الشكل النهائي، شكله عامل ازاي. ولسبب ما الحاج ده مش شغال. ماشي، بص يا سيدي، انا دلوقتي محتاج بكل بساطه ان يكون عندي ايه، محتاج يكون عندي ان تي بي، محتاج يكون عندي دي ان اس، محتاج يكون عندي اوثنتيكيشن. التلاتة كده منضمين على بعض، ريد هات راحت رايحه عامله كده برودكت وسماته اي دي ام. خلاص، اي دي ام ده اللي هو ايدنتيتي مانجمنت، ده الايدنتيتي مانجمنت سوليوشن اللي احنا هنشتغل عليه. ايه موضوع الايدنتيتي مانجمنت ده؟ موضوع الايدنتيتي مانجمنت ده همه يحدد لك، او همه ان يكون عندك فيه اوثنتيكيشن ميكانيزم موجود، رقم واحد. همه ان انت تقدر تعمل اكسس كنترول عندك على الانفراستراكشر الموجوده عندك. اكسس كنترول احدد مين يأكسس ايه وامتى، ولما يعمل اكسس ايه اللي يقدر ينفذه على الاجهزه دي كمان. خلاص، طيب همه انه يمنتين او يكون سنترال لوكيشن يكون عندك فيها السودو رولز. لو تفتكر معانا موضوع سودو، فاكرين سودو والرولز كنا بنكتبها بسودو قبل كده، عايز احدد اليوزر معين كومنتس معينه ينفذها. طب لو انا عايز اليوزر ده لما يلوجن على اي ماشين من الماشينز اللي موجوده عندي، عندي 100 سيرفر والراجل ده من حقه يلوجن على ال 100 سيرفر، بس لما يلوجن على اي واحد فيهم من حقه ينفذ كوماندز معينه على ال 100 بس. تمام؟ فده كل هم الايدنتي مانجمنت سوليوشن ده. الايدنتي مانجمنت سوليوشن ده مبني على اوبن سورس برودكت اسمه فري ايبا. تمام؟ طيب الايدنتي مانجمنت سوليوشن اللي عندي دون بكل بساطه معتمد على شويه حاجات كده. اول حاجه الانفورميشنز بتاعت اليوزرز كلهم هتتخزن في ال LDAP. تمام، ده الداتابيز او الباك اند اللي هيكون فيه كل المعلومات بتاعت اليوزرز، اسماء اليوزرز بقى، بياناتهم، اللوجن نيم بتاعهم، الايميل بتاعهم،
كل تفاصيل المستخدمين دول هتكون في ال LDAP. ده رقم واحد. رقم اتنين، كيربروس. وكيربروس ده كل وظيفته في الحياة ان هو يوفر لك عملية الاوثنتيكيشن. بالمناسبة كيربروس ده بيسمح لك ان انت تعمل اوثنتيكيت على الشبكة من غير ما ينقل اي باسورد على الشبكة بشكل كامل. مفيش اي باسورد نقل على الشبكة، بيستخدم حاجة اسمها تيكتس. طيب كده عندنا ال LDAP، عندنا كيربروس، وفي عندك بيلت ان دي ان اس. خلاص يبقى كده السيرفيس اللي احنا كنا قاعدين نتكلم عليها من شويه. بالمناسبه انت ممكن نفس السيرفر نفس الماشين تكونفيجر عليها ان تي بي كمان. ده كمان احنا كنا بندور عليه. يعني كده انا ممكن ايه انستول الاي دي ام ده يديني 3 ارباع اللي انا عايزه تقريبا. هيديني اوثنتيكيشن على دي ان اس على ان تي بي. بالمناسبه الاي دي ام ده له تو مانجمنت او تو ويز اوف مانجمنت. الطريقه الاولانيه هتمانج كل حاجه من الكوماند لاين انترفيس. خلاص انا عارف ان معظم الناس ما بتحبش الكوماند لاين، بس بالمناسبه ده هيفيدك جدا موضوع الكوماند لاين مع الاي دي ام ده، لان انت ممكن تعمل كل حاجه تبقى اوتوميتد عن طريق سكريبتس، او ممكن تمانج كل حاجه من الجرافيكال انترفيس او من الويب انترفيس عندك. تروح كده البراوزر بتاعك، الويب براوزر الموجود عندك، وتمانج كل حاجه منه. بالمناسبه الاي دي ام سوليوشن ده، خلينا نرجع لفوق كده ثواني. الاي دي ام سوليوشن بتاعنا ده فيه تو فاكتور اوثنتيكيشن، ها بيلت ان تو فاكتور اوثنتيكيشن بالمناسبه يعني. طيب كلام جميل، عايزين ننستول الحاج دون. مش هنستول سيرفر واحد، خلينا انستول سيرفر وبعد كده اعمل منه ريبليكا، خلاص سكندري سيرفر، وبعد ما اعملهم انستول اكتيف دايركتوري، وبعد ما اعمل الكلام دون اعمل تراست ما بين الاكتيف دايركتوري والاي دي ام، بحيث ان اليوزرز بتوعي كلهم يكونوا موجودين في الاكتيف دايركتوري، والاي دي ام بيسحب اليوزرز او بيتاكد بيعمل عمليه الاوثنتيكيشن نفسها من الاكتيف دايركتوري. ايه ده تاني كده؟ حلو كويس. ما اعرفش مين اللي فيكم لسه مركز ومين اللي وقع، بس خليني بقى اعملها كده، خليني امسح كل الكلام ده مره ثانيه. ايه اللي انا عايز اعمله؟ بص يا سيدي بكل بساطه انا عايز يكون عندي، باشمهندس، نعم اتفضل. هو الكيربروس هو نفسه اللي بيبدا السيرفر، يعني بيشتغل نفس الكونسيبت؟ لا ريديو سيرفر حاجه تانية خالص. ريديو مش سيرفر الناس الكيربروس بيشتغل بتستخدمه عاده اوثنتيكيشن؟ عشان تعمل 3 حاجات. اوثنتيكيشن، اوثورايزيشن، اكاونتنج. لكن الكيربروس الناس بتستخدمه عشان تعمل، او ممكن بكل بساطه كده عشان يوفر لك سكيور اوثنتيكيشن. ليه سكيور اوثنتيكيشن؟ لانه ما بينقلش اي باسورد على الشبكه. خلاص فده فايده الكيربروس. ده ليه الكيربروس ليه مهم جدا في الشبكه عندك؟ تمام كده. الكيربروس بيعتمد على حاجه اسمها تيكتس. طبعا لان السيشن طويله النهارده فمفيش مجال ان انا اقعد اشرح الكيربروس ده من الالف للياء مره تانية. انا عايز الكيربروس ده ممكن المره الجايه لو عندنا وقت واحنا بننستول ويندوز سيرفر، لانه هياخد وقت معانا في الانستوليشن، هاجي لك بقى كده وامسك الكيربروس ده من الالف للياء اشرحه لك وايه اللي بيحصل فيه، لان العمليه دي لازم تكون فاهمها، لازم تكون فاهمها، مفيش كلام. خلاص فالنهارده بس نجرب الانستوليشن، والمره الجايه كمان نفهم موضوع الكيربروس ده بالتفصيل الممل، ايه اللي بيحصل فيه وازاي هو بيأوثنتيكيت اليوزر على الشبكه من غير ما يبعت الباسورد. هو انت ممكن تتجنن يا عم، وانا ينفع اصلا أوثنتيكيت اليوزر من غير ما ينقل الباسورد؟ بكل بساطه ممكن ينفع، وهوريك ازاي بيتم العمليه دي بالتفصيل الممل بتاعه. طيب كلام جميل. يبقى انا كده طيب عندي بس مهندس، اللي بس اتفضل بخصوص الاي دي ام، اه بالنسبه لاسينتوس بنزل اسينتوس ولا هنستعمل فري اي بي اي؟ والله اللي يعجبك. على فكره الاي دي ام بالمناسبه كويس ان انت طرحت السؤال ده. هو الاي دي ام ده لو كوست، يعني لو انت عايز تستخدمه في فلوس تدفع عشان تستخدم الاي دي ام. مبدئيا الاي دي ام جاي مع الريل سبسكريبشن. لو انت عندك ريد هات انتربرايز لينكس فانت ممكن تستخدم الاي دي ام فور فري،
مش محتاج تصرف عليه اي فلوس ولا اي حاجه خالص، ملوش، مفيش له سيبريت سبسكريبشن بالمناسبه، يعني مش محتاج تروح تشتري لايسنس او تشتري سبسكريبشن بالمناسبه، مفيش عند ريد هات حاجه اسمها لايسنس، كل حاجه عندنا سبسكريبشن بكل بساطه. طيب هل ممكن تستخدم بقى الاي دي ام ده من غير ما تدفع فلوس؟ اه ممكن تستخدمه من غير ما تدفع فلوس، هو مجاني، ده جاي فري بيلت ان مع الاوبريتنج سيستم بتاعك، ماشي؟ ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، هل لازم تنستول تنستول على ريل محتاج الاي دي ام ولا لو هتنستول على سنتوس؟ والله لو رحت لسنتوس روح انستول فري ايبا، لان هما الاثنين واحد. انا قلت لك ريد هات واخده الاوبن سورس برودكت دون، ريد هات واخده الاوبن سورس برودكت ده وراحت عامله منه مين؟ الاي دي ام، فما فيش فرق بين الاثنين، هما الاثنين يعتبروا واحد، تمام كده؟ طيب كلام جميل. تعالى بقى كده عندنا نعمل ايه؟ تعالى نعمل كده نكريت الماشينز. قبل ما نكريت الماشينز انا عايزك بس تكون فاهم ايه اللي انا هعمله، ايه اللي انا عايز اعمله. زي ما قلت لك اللي انا عايز اعمله، اول حاجه انا في عندي مجموعه يوزرز، اليوزرز دول انا عاده ما بيكونوش لوكال، يعني تخيل عندك مؤسسه فيها 2000 يوزر 5000 يوزر، اكيد اليوزرز دول كلهم مش هتحطهم لوكال، فانت في معظم الاحيان اما كانش 99% من الاحيان بيكون عندك مايكروسوفت اكتيف دايركتوري، واليوزرز دول المصيبه السوداء اللي بيحصل في معظم الاورجانيزيشنز ان بتلاقي اليوزرز او مش اليوزرز، الاورجانيزيشن دي بغض النظر عن طبيعتها ايه هتلاقي فيها ميكس ما بين انظمه التشغيل دي، تمام كده؟ طيب ميكس بين انظمه التشغيل، يا نهار ازرق، طب انا لو رحت عملت اي دي ام، هو اي دي ام هستخدمه مع لينكس ولا مع ويندوز؟ هو انا ينفع اصلا استخدم الاي دي ام لوحده؟ يعني ينفع اقول الاي دي ام ده هاوثنتيكيت منه الويندوز واللينكس؟ الاجابه الصريحه على السؤال ده اه ممكن، بس خلي بالك في مشكله عندي اللي هي ايه؟ تخيل كده لو جبت مكنه لينكس، تخيل دي مايكروسوفت اكتيف دايركتوري وعندنا مكنه لينكس، المكنه لينكس دي عايزه تروح تاوثنتيكيت من الاكتيف دايركتوري، هو ينفع اعمل السيناريو دون؟ اه ممكن تعمل السيناريو ده، عندنا سيرفيس كده اسمها ريلم دي او ريلم ديمون تسمح لك تعمل الكلام ده، تاوثنتيكيت المكنه لينكس من الويندوز سيرفر او من اكتيف دايركتوري بتاع مايكروسوفت ويندوز سيرفر، تمام كده؟ طيب ايه المشكله بتاع السيت اب دون؟ مشكله السيت اب ده انت هيديك اوثنتيكيشن بس، لكن هل هيديك كنترول على البوليسي بتاع الماشينز دي؟ لا. هل هيديك حاجه زي التو فاكتور اوثنتيكيشن؟ لا برضو. هل هيديك حاجه زي السودو رولز كنترول؟ لا. طيب هيديك حاجه زي الاوتو ماونت رولز؟ لا برضو، يعني النيلة. طيب تعال ناخدها العكس، شيل لي كل الكلام ده يا عم، هو انا ينفع بقى المره دي انستول الاي دي ام؟ انت قلت لي الاي دي ام بيديني كل الفيتشرز دي، حلو جميل. طب افرض بقى انا عندي مكنه هنا بدل لينكس خليها ويندوز المره دي، ينفع اروح اقول مكنه الويندوز روحي خدي كل الاوثنتيكيشن بتاعك من الاي دي ام؟ اه ينفع عادي جدا، مفيش اي مشكله، بس خلي بالك انت هتعمل اوثنتيكيشن بس ولا انت محتاج بوليسي او جروب بوليسي كنترول بالكامل؟ ده انت لسه محتاج الجروب بوليسي، هو الاي دي ام يقدر يتحكم في الجروب بوليسي؟ لا، يا دي النيله السوداء، يعني من الاخر تجيبه يمين يجيبك شمال، تجيله شمال يجيلك يمين، ايه يا عم لعب العيال ده؟ يعني لو عندك مكنه ويندوز هتاوثنتيكيت من الاي دي ام بس هتخسر كل الفيتشرز الثانيه، سواء كانت بوليسي بقى ايا كانت بقى، كل الجروب بوليسي اللي موجوده عندك راحت، مع السلامه. طبعا انت لو رحت قلت لاي حد ويندوز ادمن كده هيشد في شعره، هينط من الشباك وينتحر مباشره. طب احل المعضله دي ازاي؟ قال لك بص ما تقعدش توجع راسي خلاص، واعمل ايه؟ خلي عندك الاكتيف دايركتوري زي ما هي، خلي كل اليوزرز بتوعك موجودين في الاكتيف دايركتوري بس، ما تقعدش توجع راسي. طب يا عم المكن الويندوز اللي موجوده عندي، قالك لو عندك مكنه ويندوز خليها تروح تاوثنتيكيت من الاكتيف دايركتوري عادي جدا، ما مش هيغير لك اي حاجه في التوبولوجي بتاعك كده، الناس بتوع ويندوز فرحانين ومبسوطين ومزاجهم زي الفل، ما عندناش اي تغيير يا عم الحاج. طيب
بالنسبه لمكن لينكس. طب انا عايز كنترول لسه على المكن بتاع لينكس اللي عندك. قال لك بس روح اعمل اي دي ام سيرفر. طب ما اعمل اليوزرز بتوعي كلهم هنا. قال لك بس سهله قوي، مش الاكتف دايركتوري دي شغال عنده كيربروس. ما الاكتف دايركتوري عنده كيربروس صح، والاي دي ام هو كمان عنده الكيربروس بتاعه. هو انا يبقى ينفع اعمل تراست ريليشن شيب بين الاثنين؟ ينفع اعمل تراست ريليشن شيب بين الاثنين؟ اه ممكن اعمل تراست ريليشن شيب بحيث ان اليوزرز اللي موجودين عند الاكتف دايركتوري، لو انا عندي مكنه لينكس بقى كده بالمنظر ده، المكنه لينكس اللي موجوده هنا هقول لها روحي اعملي اوثنتيكيت من الاي دي ام، يروح الاي دي ام يستقبل الريكوست بتاعك، الكيربروس اللي موجود على الاي دي ام يروح عامل فورورد للريكوست او يعمل بروكسي للريكوست لمين؟ للاكتف دايركتوري بناء على التراست ريليشن شيب اللي موجوده بينهم. خلاص كده؟ لو الاكتف دايركتوري عملت اوثورايز لليوزر دول، لو اليوزر ده موجود والبوليسي بتقول ان اليوزر ده اكتف ومسموح له ان هو يعمل لوجن، هيرد على الكيربروس ده يقول له ايوه اليوزر ده موجود عندي، قلاوه الراجل ده، يروح الراجل او يروح الكيربروس رد على الراجل ده يقول له ايوه يا عم اعمل الاو لليوزر ده ان هو يعمل لوجن عندك على الماشين بتاعتك. يبقى انا كده وفرت الدنيا بشكل، او وفرت في الدنيا، وفرت في الوقت والمجهود اللي كان ممكن يعني تضيع عليه عمرك. تمام كده؟ فدي كل الفكره اللي احنا عايزين نعملها ببساطه شديده جدا، دي كل الفكره اللي احنا عايزين نعملها. طيب كلام جميل. طيب افرض هيجي واحد من الناس بتوع ويندوز يقول لك طب افرض يا عم انا عندي اكتر من داتا سنتر وعندي اكتر من اكتف دايركتوري سيرفر موجودين، عندي اكتر من اكتف دايركتوري سيرفر موجودين، الاي دي ام سيرفرز او الاي دي ام سيرفر بتاعك ده كام سيرفر؟ هو واحد بس ولا اتنين ولا خمسه ولا 10؟ بص يا سيدي بكل بساطه الاي دي ام سيرفر فريل 6 كان بيسمح لك الماكسيمم لعدد الاي دي ام سيرفرز اللي موجودين عندك يكونوا لحد 20 سيرفر موجودين، 20 اي دي ام سيرفر موجودين. فريل 7 وريل 8 بيسمح لك لحد 60 اي دي ام سيرفرز، بحيث ان حضرتك لو واحد منهم وقع تفضل الشبكه عندك شغاله او يفضل بقيه الماشينز لينكس اللي عندك موجودين وقادرين ان هم يعملوا اوثنتيكيت من غير اي مشاكل. طيب كلام جميل. دلوقتي انا في عندي مشكله، دلوقتي انا في عندي مشكله، افرض ان انا عندي اي دي ام سيرفر 1 واي دي ام سيرفر 2 واي دي ام سيرفر 3، الكلاينت ده لما يروح يوثنتيكيت هيوثنتيكيت لمين فيهم؟ وهيعرف اي واحد فيهم موجود؟ هيعرف هم ازاي اصلا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 1 ولا مفيش حد اصلا؟ فاكر لما كنت بقول لك من شويه دي ناس؟ فاكر؟ معنى كده لو عندي دي ان اس ريكوردز بتقول له الكيربروس موجود على السيرفر اللي اسمه كذا، شغاله على التي سي بي بورت اللي اسمه كذا او اليو دي بي بورت اللي اسمه كذا، ممكن يقدر الكلاينت ده يعمل اوتو ديسكفر لمين؟ للاي دي ام سيرفرز اللي موجودين، صح؟ هيروح هيعرف ان في 3 او 4 او 5 او 10 ويسجلهم عنده. طب هو الكلاينت اصلا يعني، تعالى بقى كده نصغر الصوره دي كده شويه، تعالى كده، هو الكلاينت اللي موجود عندي ده، الكلاينت ده بالنسبه لي بالمناسبه ممكن يكون ديسكتوب او سيرفر. ابل الكلاينت بتاعي وادا الاي دي ام سيرفر بتاعي، هو الكلاينت ده لما يروح يعمل اوثنتيكيت من السيرفر هيتأكد من السيرفر ده ازاي؟ ها الكلاينت هيتأكد من السيرفر ازاي؟ بص انا مش قلت لك ان السيرفر بتاع الاي دي ام ده في عندنا كده كومبوننتس موجوده زي ال LDAP صح، وزي الكيربوس وزي الدي ان اس وزي الان تي بي. كلام جميل. شفت ال LDAP سيرفيس دي صح؟ الكلاينت ده او المكنه دي لما تحب تروح تكلم الاي دي ام سيرفر
المكنه دي بكل بساطه لازم يكون معاها ايه؟ سيرتيفيكت، والالداب سيرفيس دي هي كمان يكون معاها سيرتيفيكت، ماشي كده؟ ايه ده؟ ايه يا عم كل دي سيرتيفيكتس؟ ايه ده معنى كده لو عندي اتنين كلاينتس كل كلاينت هيكون له سيرتيفيكتس خاصة بيه؟ اه طبعا كل واحد له سيرتيفيكتس خاصة بيه، والسيرفيس اللي موجودة على الاي دي ام هنا هي كمان ليها ها سيرتيفيكتس خاصة بيها. ايه يا عم ايه كل السيرتيفيكتس دي؟ يا نهار ازرق، يا ما لو عندي 2000 كلاينت محتاج يكون عندي 2000 سيرتيفيكت؟ اه طب وانا همانج 2000 سيرتيفيكت ازاي؟ دي مصيبة تانية. قال لك ما هو الاي دي ام ده اصلا في جواه كده بيلت ان سيرتيفيكت اوثوريتي مبنيه على اوبن سورس برودكت كول اسمه دوك تاج. خلاص شايف الدلع اللي عندك؟ معنى كده ان الاي دي ام ده هيديك حاجات كتيره جدا بقى، ده هيديك ال داب اوثنتيكيشن، هيديك او هيديك ال داب داتا ستور، هيديك كيربرس اوثنتيكيشن، هيديك سيرتيفيكت سيرفر، هيديك ان تي بي، هيديك دي ان اس. شايف كل ده في الاي دي ام؟ حلو جدا، كلام جميل. طيب لو الكلاينت السيرتيفيكت بتاعته ريفوكد هيعرف منين؟ هو اصلا الكلاينت لما يروح يعمل اوثنتيكيت من الاي دي ام هيعمل اوثنتيكيت ازاي؟ هيعرف اصلا هو في هو إيه يا عم انا مش عارف هو شغال كيربروس ولا ال داب ولا ال داب ولا سكيور ال داب ولا شغال ايه بالظبط؟ بص الكلاينت عنده حاجتين اتنين هما اللي مسؤولين عن كل العك ده. الكلاينت الكومبوننتس اللي موجوده عنده او كل الكومبوننتس اللي موجوده عند الكلاينت ده، الكلاينت كده تعال نبص عليه من جوه. الكلاينت ده من جوه عنده اتنين سيرفيس. السيرفيس الاولانيه اسمها اس 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 دي، السيرفيس الثانيه اسمها سيرت مونجر. اس 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 دي مسؤوله عن عمليه الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن لما الكلاينت يحب يأوثنتيكيت من الاي دي ام. خلاص مسؤول ان هو يسحب البوليسز، مسؤول ان هو يشد البوليسي ويسحبها ويعمل لها كاشنج. يبقى الاس اس اس دي دي ها كل مسؤولياتها تعمل كل حاجة تقريبا ما عدا حاجة واحدة بس، سيرتيفيكتس. كل ما الكلاينت يروح يحب يتأكد من سيرتيفيكت او يرينيو سيرتيفيكت او يريفوك للسيرتيفيكت بيعتمد على سيرفيس تانية اسمها سيرت مونجر. سيرت مونجر دي ها كل وظيفتها في الحياة ان هي بتعمل اي حاجه ريليتد بالسيرتيفيكتس هي المسؤوله عنها. يبقى انا كده في عندي تو كومبوننتس، عندي سيرفر سايد كومبوننت وعندي كلاينت سايد كومبوننت. سيرفر سايد كومبوننت هانستول الاي دي ام سيرفر، خلاص عرفنا الحمد لله. الكلاينت سايد كومبوننت هانستول الايه الكلاينت كومبوننت ده، والكلاينت كومبوننت زي ما قلت لك معتمد على اتنين سيرفيسز. السيرفيس الاولانيه اسمها اس 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 دي، سيستم سكيورتي سيرفيسز ديمون، ودي مسؤولة عن ان هي تروح تعمل اوثنتيكيشن واوثورايزيشن، تسحب البوليسي وتعمل لها كاشنج. وسيرفيس تانية مسؤولة عن السيرتيفيكتس، اي حاجة تتعلق بالسيرتيفيكتس اللي اسمها سيرت مونجر دي. سيرت مونجر دي بتعمل كل حاجة، رينيو للسيرتيفيكت، فاليديت للسيرتيفيكت، ريفوك للسيرتيفيكت، كل حاجة خاصة بالسيرتيفيكتس ها سيرت مونجر عند الكلاينت هي اللي بتروح تأكد منها، او بتروح من عند الكلاينت تتأكد من السيرفر بقى. تمام؟ طيب كلام جميل. طب نرجع برضو لموضوعنا، ايه اللي هنعمله بقى؟ ايه الشكل النهائي اللي احنا عايزين نعمله؟ يبقى احنا كده في عندنا بعض الكومبوننتس اللي احنا عايزين نبنيها. تعالى كده نعمل اتنين اي دي ام سيرفرز، اي دي ام واحد وتعالى نعمل اي دي ام اتنين، وهعمل كمان اكتيف دايركتوري سيرفر، وهانيبل او هعمل تراست ريليشن شيب ما بين الاي دي ام سيرفر واحد والاي دي ام سيرفر اتنين مع الاكتيف دايركتوري.
وهعمل one way trust. يعني ايه one way trust؟ يعني ال IDM يسحب اليوزرز من ال active directory وليس العكس. حد فيكم ممكن يقول لي ليه؟ ها؟ حد كده ممكن يفكر ليه؟ على فكرة انا ممكن اعمل two way trust بالمناسبة. ليه انا هعمل one way trust؟ ليه مش two way trust؟ بكل بساطة ال one way trust بتسمح لك ان انت تسحب اليوزرز من اتجاه واحد بس، يعني يا اما من الـ من الاكتيف دايركتوري يا اما من الاي دي ام. طب ليه مش هعمل تو واي تراست؟ بكل بساطه انت لما يكون عندك 2000 يوزر، انت عايز ال 2000 يوزر يكونوا فين؟ في الاكتيف دايركتوري بس ولا في متوزعين بين الاكتيف دايركتوري والاي دي ام؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. عاده لو عندك اورجانيزيشن محترمه وعندك سكيورتي محترم هيقول لك لا ده كلام عك، المفروض كل اليوزرز يكونوا في الاكتيف دايركتوري بس، خلصت في مكان واحد. اليوزر ده مشي من الشركة النهاردة وحبيت اقفل عنه كل حاجة، هقفل على اليوزر ده مية ونور من اتجاه واحد، مكان واحد بس، ادي كل الفكرة. لكن تخلي لي شوية يوزرز في الحتة دي وشوية في حتة تانية وشوية تالتين في حتة تالتة، كده مش هنخلص بقى. ما انت كده خليهم لوكال بقى وريح نفسك لما تقعد تقسم لي اليوزرز كل حبة محطوطين في مكان مختلف، تمام؟ فانت عادة بتخلي اليوزرز كلهم في مكان واحد وبيلد تراست ريليشن شيب زي ما انت عايز، براحتك بقى برضع زي ما انت عايز، بس ادي كل الفكره. ماشي كده؟ ها حد عنده مشكله في الحته دي؟ ها طيب كلام جميل. قلنا الراديوس بيعمل حاجه تانية مختلفه تماما عن الكيربوس بيعمله. الاثنين بيعملوا اوثنتيكيشن صح، بس الراديوس اليوز كيس بتاعته الراديوس بينقل اليوزر نيم والباسورد على الشبكه. الكيربوس ما بيبعتش اي باسورد على الشبكه، الكيربوس بيستخدم تكنيك تاني خالص اللي هي حاجه اسمها تيكتس بكل بساطه، تمام؟ طيب الراديوس كبروتوكول نفسه ممكن يعمل اكاونتنج واثورايزيشن، ولو حد فيكم لو اشتغلت سيسكو هتفهم الحته دي كويس قوي. ممكن اقول له الراجل ده اوثورايزد ان هو يران الكوماندز اللي اسمها واحد او الكوماند واحد واثنين وثلاثه بس، لكن الكيربروس باي ديفولت ما بيقدرش يعمل حاجه زي كده لوحده. الكيربروس لوحده ما يقدرش يعمل حاجه زي كده، خلاص؟ طيب الحاجه الثالثه موضوع الاكاونتنج كمان. وموضوع الاكاونتنج ده هيفيدك قوي مع الراديوس، خصوصا لو انت عايز تمونيتور لليوزر بيعمله. يعني مثلا مع الراديوس ده لو حد فيكو، هديك مثال انا كنت بستخدمه زمان، اللهم صل على النبي، ميكروتك. لو حد فيكو استخدم ميكروتك قبل كده، لو حد جرب موضوع الهوت سبوت على الميكروتك، ايوه، والاي اس بيز كمان. بالمناسبه الاي اس بيز من اكتر الناس اللي بيستخدموا راديوس بروتوكول. طيب ايه الموضوع ده يا عم؟ بص انا لو عندي مستخدم وعايز ليميت المستخدم ده، وانا اقول لك ان الراجل ده اقصى ابلود او داونلود له في اليوم 5 جيجا ابلود مثلا و10 جيجا داونلود، تمام كده؟ الكلام ده مش هتعرف تعمله مع اي بروتوكول تقريبا موجود في العالم النهارده الا مع الراديوس، وبتعمله عن طريق الفيتشر بتاعت الاكاونتنج اللي موجوده فيه. عداد عمال يقد زي باقات الانترنت، كل باقات الانترنت دي حرفيا شغاله بريديوس، ماشي كده؟ فاليوز كيس بتاع الكيربروس مختلفه تماما عن اليوز كيس بتاع اليوز كيس بتاع الريديوس مختلفه تماما عن اليوز كيس بتاع الكيربروس، فما تخلطش بين الاثنين. ده اليوز كيس، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده، الاثنين بيعملوا اوثنتيكيشن خلاص، لكن الكيربروس ما بيعملش اوثرايزيشن، ما بيعملش اكاونتنج، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. نرجع بقى لموضوعنا. يبقى دلوقتي المفروض اعمل اثنين، ها اثنين اي دي ام سيرفرز. حلو، تعال نبدا نعمل اثنين اي دي ام سيرفرز. قبل ما اعملهم خليك فاكر احنا مش وظيفتنا ان احنا انستول ونجري،
خليك حط في دماغك فكرة المصمم قبل ما تعمل وتجري، خليك فكر من وجهة نظر الاركيتكت. تمام؟ طيب يعني ايه بقى في الموضوع ده؟ بص، بذمتك ودينك اللي احنا قلناه من شويه على الاي دي ام ده، انا قلت لك الاي دي ام ده كسيرفر، دي ماك على واحده هي، انا خليك فاكر الحته دي، ده الاي دي ام. الاي دي ام ده هيديك اوثنتيكيشن وهيديك بوليسي كنترول وعليه سيرتيفيكت اوثوريتي وعليه دي ان اس وعليه ان تي بي وعليه ويب سيرفيس. يا نهار ازرق، دي كل واحده فيهم بلوه لوحدها. تخيل كل دول على مكنه واحده، تخيل. تفتكر يعني بكل بساطه ان لو انت عندك بتاع 5000 6000 مستخدم هتستخدم الدي ان اس بتاع الاي دي ام ده او بتاع الايبا ده انه يكون جنرال بيربوس دي ان اس؟ عارف جنرال بيربوس يعني ايه؟ يعني حاجه كده الناس كلها بتبرطع عليها، الشبكه كلها بتروح تساله على اي كويري راحه او اي كويري جايه. بصراحه يعني انت لو عملت حاجه زي كده فانت تبقى راجل ديزاينر عربجي، مش ديزاينر خالص، انت مسكوك عنطور وكرباج وقول لك انطلق. الان تي بي بتاعه بذمتك، الان تي بي بتاع السيرفر ده ينفع استخدمه كجنرال بيربوس ان تي بي، ولا هو لويس كيس معينه؟ يعني خليك فاكر الحته دي، خليك فاكر الحتة دي مهمة جدا. خلاص؟ طب هو المفروض انت تعمل ايه لو انت بتتكلم من وجهة نظر اركيتكت بقى؟ من وجهة نظر اركيتكت، راجل انت بتصمم حاجة محترمة، المفروض لو دي الشبكة بتاعتك فانت بتعمل كده زون يكون فيها البابليك سيرفيس بتاعتك كلها، يكون في عندك هنا الدي ان اس سيرفيس اللي موجودة عندك، يكون عندك الان تي بي سيرفيس، خلاص؟ وبيكون عندك هنا الانفراستراكشر زون اللي فيها الانفراستراكشر بتاعتك. كل اليوزرز اللي موجودين عندك على الشبكه لما اي حد فيهم بيروح عايز يعمل كويري لجوجل، ليه يا عم لما احب اروح اعمل كويري لجوجل اروح للدي ان اس بتاع الايبا؟ ليه يعني؟ انا مش فاهم ايه اللي دخل جوجل في الايبا؟ واحد رايح فاتح يوتيوب، ليه هاوفرلود المكنه دي بدي ان اس كويريز هي مش محتاجها اصلا؟ بص، طب ما انت ممكن تبقى اذكى من الموضوع ده كله، ممكن تبقى ذكي جدا في الحته دي. تعمل ايه بقى؟ ممكن تخلي اليوزرز كلهم يروحوا للدي ان اس سيرفرز بتوعك اللي موجودين هنا، والدي ان اس سيرفرز دول تعمل فيهم حاجه زي كونديشنال فوروردنج. بحيث ان لو الكويري مثلا راحه للدومين اللي اسمه مصطفى دوت كوم، خلاص ارميها للدي ان اس بتاع الايبا، يبقى الايبا كده هيستقبل اي كويريز. هل كل الكويريز اللي راحه في الدنيا ولا الكويريز اللي راحه بس للدومين بتاعه؟ ها، شفت الفرق عامل ازاي؟ حد عنده مشكله في الفكره دي ولا ايه بالظبط؟ ها، مش لازم بقى لوكال دي ان اس، مش لوكال دي ان اس، ما انت كده كده لازم يكون عندك لوكال دي ان اس. بس ليه الكويريز اللي مش رايحه للايبا دومين تعدي على الايبا دي ان اس؟ ليه؟ واحد رايح لجوجل، هل ده رايح للايبا دومين او رايح للدومين بتاع الاي دي ام سيرفر؟ لا، ليه هبعته له اصلا؟ طب ما انا اجيب اي مكان تاني 2 جيجا رام ولا 1 جيجا رام ولا اي حاجه، مش لازم يعني، ده دي ان اس سيرفيس يعني. 2 جيجا رام وارمي عليها دي ان اس واعمل كاشنج واعمل كونديشنال فوروردنج فيها، حبيت تروح لدومين الايبا خلاص روح للايبا دي ان اس، حبيت تطلع لاي مكان تاني خلاص روح بقى بابليك، روح لجوجل دي ان اس، بعد كده روح لاوبن دي ان اس، براحتك بقى. وصلت؟ يبقى خليك فاكر الموضوع مش جهجهوني كده، موضوع انت تعمل اركيتكتنج، الموضوع مش جهجهوني، انت بتجيب اي حاجه كده ترمي اي حاجه، يلا يا عم الحاج نعمل انستول. الله، ده الاي دي ام ده فيه دي ان اس سيرفر، هو انا ممكن اشغله؟ اه ممكن تشغله والله العظيم، بس ليه تعمل كده؟ ليه؟ عامل بالظبط زي واحد راح اشترى عربيه سيدان وبيحاول يستخدمها عشان ان هو يجر بيها عربيه كار. يا عم الحاج انا مش مخصصه لكده اصلا،
ما ينفعش. ايه العك اللي انت بتعك ده؟ وصلت؟ فخليك فاكر ان الدي ان اس والان تي بي اللي جاي مع الاي دي ام سيرفر هم مش مخصصين ان هم يكونوا جنرال بيربز، وحاول ترحم الماشين اللي عليها الاي دي ام، هي اصلا عليها لود اكتر من كافي، فما تجيش انت بقى وتحط عليها اكتر. طيب كلام جميل، نرجع لموضوعنا بقى، نرجع لموضوعنا دلوقتي. انا عايز اعمل ايه؟ تعال نعمل مكانتين كده اي دي ام ونستخدمهم. تعالى كده، لا 4 جيجا كافيين جدا. الكونسول بتاعه ممكن اغيره، انا اصلا كده كده غالبا مش هحتاج الكونسول دون، لان معظم الكونكشن بتاعتي اس اس اتش ام او بانترفيس. طيب كلام جميل، ادي كده اول ماشين. وده الماشين التانية، انا كده عندي 2 اي دي ام سيرفرز اعمل لهم انستول. الماشينز دلوقتي المفروض ان هي بتعمل كرييت، ثواني بس، هي كانت الديسك وبعد كده على طول مباشرة خلاص مقومها على طول. كنت عايز اقول ايه؟ اللهم صل على النبي، كان في حاجة في دماغي عايز اقول لك عليها. حلو. لما تيجي تبيلد الاي دي ام تحديدا، لما تيجي تبيلد اي سوليوشن، طبعا المفروض حضرتك هتعمل ايه؟ مش هتروح كده تجيب المكنة تحطها وتعمل انستول مباشرة، المفروض ترجع للريفرنس جايد. الريفرنس جايد ده هيقول لك خلي بالك انا محتاج منك مثلا البورتس الفلانيه تكون مفتوحه، خلي بالك انا محتاج ديسك ريكويرمنت كذا. ممكن الديسك ريكويرمنت تكون مجرد سبيس بس، يعني يقول لك انا محتاج وليكن 100 جيجا ديسك سبيس، ممكن، انا ما اعرفش، كل سوليوشن له الريكويرمنت بتاعته. ممكن يكون الريكويرمنت مش مجرد ديسك سبيس بس، ممكن تكون ديسك سبيس واي اوبس، يعني يقول لك انا عايز وليكن 1000 اي اوبس بير سكند ريدنج و250 اي اوبس بير سكند رايتنج. فانت المفروض، يعني المفروض ايه؟ ها، تروح تبص على الريكويرمنت دي الاول قبل ما تبلد، ماشي كده؟ خليني كده افتح الترمينال عندي. يلا وحش، هي بس الطلعة الأولانية دي. يا باشمهندس، اتفضل. احنا هل جيت اللي راح نعمله انه حيكون عندنا 2 اي دي ام وواحد اكتيف دايركتوري، صح مظبوط، مظبوط؟ ايوه وراح يكون عندنا كمان حنعمل بعدها دي ان اس لحال. ممكن نعملها بعدها عادي. ممكن عادي، ايه المشكلة؟
وعلى نفس التوبولوجي راح ينضاف الميل سيرفر واللوجينج سيرفر والكلام هذا. ايوه. طب مش عارف يا باشمهندس، بس لو في امكانيه يعني تبقى تعملنا بس التوبولوجي كامله اللي راح نمشي عليها، لانه هذا حيكون شغل تراكمي، فعلى اساس نضل متخيلين التوبولوجي كامله وكيف الداتا فلو كيف ماشي بالضبط. هل ممكن اعمل لك على الفيزيو او على اي تول ممكن استخدمها عادي سهله؟ جيت في جمال يعني، احاول اظبطها ان شاء يا الله ريت المره والله، عشان الجايه اكون مجهزه. إن شاء الله. على فكره انا كل التوبولوجي ده جاي في دماغي وانا قاعد معاكم، يعني انا ما كنتش محضر حاجه فعليا اللي احنا هنعملها دي، هو جه فرقعت في دماغي كده انا اعمله. يلا وحش ليه حتى الآن ما جبتش الاي بي ادرس؟ شغالة مع الملكة. عندي 129 132. طيب كلام جميل. مية تسعة وعشرين، 10 44. عشرة أربعة وأربعين، 129، 132. طبعا عندي فيلد لأن الأي بي ده كان مسجل قبل كده بكي تاني. ماشي. خلاص أنا كده عملت لوجن. شكرا. لسه الوحش التاني كمان. حتى مش عندي IF config. عشرة أربعة وأربعين، 130، 223. وأدي الباسورد بتاعتي. خلصت كده وأطلع من السيشن دي. طيب كلام جميل. تعالى كده هنا، مقعدناش عايزين ده في حاجة. بس مهندس الاي بي هات هاي اللي على الريد هات فيرتشواليزيشن، اي بي هات لوكال صح؟ دي برايفت اي بي ادريس. طب انت شابك عليه بفي بي ان يعني، ولا بتطلع طبعا بابليك لازم عن اكون طريق وصل بي بي ناسا ان. او اشي؟ اها. طب انا عندي، انا عملت نفس الاشي عندي على اوفيرت، بس الشغله اللي ضايل بدي اياهم يعني، بدي مثلا سيرفر اباتشي على لوكال اي بي، بدي يطلع مثلا البورت 80 بابليك ناس، لازم يكون نات من معاك بابليك بابليك اي اي بي بي. على الاقل، بابليك اي بي واحد، ممكن يكون على الراوتر، وتعمل بورت فورورد ده حل، او ممكن تاخد باكج الاي بي ادريسز 8 اي بي ادريسز، بيبقى عندك يوزابل 5 وبتستخدم اي واحد فيهم. قصدك اضيف الاي بي ادرس كلها للانترفيس الموجود عندي يعني لا واطلع مش لازم منهم؟ كل الاي بي ادريسز، ممكن واحد بس تحجزه وخلاص على كده، واحد للسيرفر ده بس. فانت عندك حل من اتنين، يا اما يكون عندك اي طب بي ادرس واحد وتعمل بورت فورورد من على الراوتر ده حل. الحل التاني يكون عندك ديديكيتد اي بي ادرس رينج انت واخده. إيه، تمام. هو انا فكرت في حل ثاني، ممكن اعمل في ام عليها فاير وول، ومن الفاير وول اللي يكون مشبوك على اللوكال نتورك تبعت الاوفرت، وعليه بابليك اي بي الرينج كله، منه اصير اعمل ناتينج. لا تاني، ثانية هذا واحدة، انت صحيح عندك الحل اوفرت ولا صح؟ في مشكلة؟ عايز الفيرتشوال صحيح. ماشينز اللي على اوفرت تكون بابليك؟ بعضها يكون بابليك.
خلاص اعمل الاوفرت وانت بتعمل السيت اب بتاعه او تعدل السيتنج بتاعته، تعمل في لان تانية بس خلاص شكرا. فاهمني؟ VLAN للاي بي هات البابليك هتكون اعمل في لان على الاوفرت وروح على السويتش سايد او على الراوتر الموجود عندك، حط الفي لان دي هي البابليك في لان بتاعتك اللي طالعه على الانترنت بس خلاص. ولما تيجي تاتاتش الفيرتشوال ماشين اعمل لها اتاتش على الفي لان دي بس خلاص. وضحت؟ تمام. هتعمل نتورك جديده والنتورك دي تعمل لها اتاتش على الفي لان. لما تيجي تضيف الفي ام تضيفها على النتورك دي، فخلاص النتورك دي والفي ام مربوطه على النتورك دي، الانترفيس مربوطه على النتورك دي، والنتورك دي طالعه على في لان اكس ولا يكون في لان 50 مثلا، وفي لان 50 طالعه الجيت واي بتاعتها هو البابليك اي بي ادرس بتاع الراوتر بتاعك، وهي موجوده في رينج بابليك اي بي ادريسز. خلاص خلص الموضوع. تمام. طيب كلام جميل. تعالى نرجع تاني مره تانية هنا. تعالى بقى كده ايه، نبدا نشتغل مع الماشينز دي. اول حاجه عندي انا حتى ما فيش عندي اي حاجه هنا. طيب تعالى كده نغير الهوست نيم بتاعهم. اولا من اول الريكويرمنتس اللي المفروض لما تيجي تنستول الاي دي ام لازم تخلي بالك منها، هي ايه؟ الهوست نيم رقم واحد، والهوست نيم بتاعك لازم يكون valid host name. لو الهوست نيم بتاعك تعبان في مشكله الاي دي ام انستليشن هيفيل معاك. الهوست نيم تعبان زي ايه؟ يكون مثلا اكتر من 15 كاركتر. اي هوست نيم في الدنيا المفروض ما يزيدش عن 15 كاركتر. خلاص؟ خلي بالك ده الهوست نيم. طيب الحاجه الثانيه لما تيجي تسيت الهوست نيم حط الهوست نيم في الفورمات بتاع الفولي كواليفايد دومين نيم. يعني لو السيرفر بتاعك اسمه سيرفر واحد يبقى اسمه سيرفر واحد دوت الدومين بتاعك كامل. خلاص مفيش اختصارات. يبقى دي اول حاجه عندك كريكويرمنت مع الاي دي ام انستليشن. تعالى كده انا عايز اخلي الدومين بتاعي وليكن او الهوست نيم بتاعي سميهولي كده اي دي ام داش 01، والدومين بتاعي سميهولي كده لينوكس دوت مصطفى دوت كوم، ده اسم الدومين بتاعي. خلاص يبقى دي كده اول حاجه عندي عملتها، ده الهوست نيم. رقم 2 الاي بي ادرس. هل تفترض او هل يعقل ان الاي دي ام سيرفر بتاعك يكون معاه دايناميك اي بي ادرس؟ بالعقل اكيد لا، اكيد لا. فانت المفروض يكون عندك الاي بي ادرس بتاعك ده ستاتيك اي بي ادرس. طب تعالى كده اي بي ادرس شو، اما الاي بي بتاعي هنا هو تعال كابي ده كده عندي النتورك بتاعتي سلاش 22. تعال ناخده كله بدل وجع الدماغ ده، ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ تعالى كده نقول له راوت داش ان الجيت واي بتاعتي او اي بي راوت، ما دام راوت مش موجود الاي بي راوت بتاعي انا بطلع عن طريق الديفولت جيت واي بتاعتي 10.44.131.254. يبقى خليك فاكر الاي بي ده 10.44.131.254. طيب تعالى كده ان ام تي يو اي اديت كونكشن، تعالى اديت الكونكشن دون الاي بي فيرجن 4 اي بي ادرس بتاعي ده هيكون عباره عن مانيوال ادرس، والادرس اللي موجوده عندي ده الادرس بتاعي، لا مش ده الادرس بتاعي، كان كام الاي بي ادرس بتاعي اللي موجود هنا؟ خلينا نرجع للحاج زعبولة التاني ده. اي دي ام 1 10.44.129.132 وده سلاش 22، والجيت واي بتاعتي كانت 10.44 بعد كده السيرفر التاني المفروض يكون زيه بالظبط اي بي راوت
10 44 131 254 131 254. الدي ان اس سيرفرز اللي موجوده عندي الاي دي ام هو نفسه هيكون دي ان اس صح؟ فانا ممكن اقول له خد معلوماتك من نفسك، ما انت اصلا كده كده تبقى دي ان اس باي ديفولت، انت لوحدك هتبقى دي ان اس. فدي كده برضو ممكن نعملها. خلصنا احنا كده، شكرا. بس مهندس هلقيت انت غيرت الدي ان اس لللوكال، بس لما تيجي تعمل تنزل اي شيء باليوم هيحكي لك انه مش ملاقي الميرور. حلو السؤال ده، هو المفروض اغير يعني الدي ان اس دلوقتي ولا لا؟ مش دي ان اس اصلا. لا يبقى انت لسه في المفروض دي ان اس اصلا. انيشيالي لحد ما تنستول الباكجز مبدئيا انت محتاج تعمل ايه؟ سيب الدي ان اس زي ما هو او خلي الدي ان اس اي حاجه عشان بس تنستول الباكجز، لان انت محتاج تريزولف الهوست نيمز عشان تداونلود الباكجز دي، صح؟ لكن بمجرد ما عملت انستول لما تيجي تكونفيجر الاي دي ام المفروض تخليه ياخد كل الريكوردز من نفسه، تمام كده؟ تعالى كده نقول له هوست نيم داش اف، هوست نيم بتعمل له او الهوست نيم عندي موجود زي ما هو، الاي بي ادرس شو. قبل ما اعمل اي حاجه ممكن اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن شو، ان ام سي ال اي كونكشن داون الكونكشن اللي اسمه اي ان اس 7، وما تنساش ان ام سي ال اي كونكشن اب اي ان اس 7. if config لا مفيش if config عندي لسه، ip address show موجود نفس ال ip مفيش اي مشكلة، nmcli connection show ens 7. تعال ناخد الكلام ده كله كده على لس. تعالى كده نشوف ال method بتاعتي ال ip forwarded method، شايفها manual قدامي هنا كهيا، ده كلام زي الفل. حلو، تعالى كده نبدأ نشغل الحاجات بتاعتنا. سبسكريبشن مانجر ريجستر، دي اول خطوه عملتها ان انا سبسكرايب الماشين دي. الخطوه الثانيه بعد ما سبسكرايب ان انا اتاتش لسبيسيفيك ريبوز، انا محتاج بس الريبوز العاديه خالص بتاعت ريل، مش محتاج اي اختراع اطلاقا فيها. خلاص خليك فاكر ان الاي دي ام جاي بلت ان مع الريل او اس، ملوش اي ديديكيتد سبسكريبشن. فانا ممكن اقول له كده سبسكريبشن مانجر اتاتش داش داش اوتو عشان يعمل اوتو اتاتش للريل سبسكريبشن. اتفضلوا يا شباب باربيكان. قعدت على الشات. يلا وحش. ماشي خلاص سبسكرايب ده عندي اهون. الخطوه اللي بعدها كده ممكن اقول له يم. حد فيكم موضوع عارف موضوع الاب ستريم بتاع ريل في ريل 8؟ ريل 8 ريد هات فصلت البيز اوبريتنج سيستم في ريبو لوحده وبقيه الابلكيشنز في ريبو تانية خالص سمتها الاب ستريم. حد عارف الموضوع ده؟ شفت عندي عسين قصة 8. ايوه من اول ريل 8 وانت طالع الابلكيشنز اللي بتتغير كل شويه اتعمل لها حاجه كده اسمها موديولز او اب ستريم. الاب ستريم ده الابلكيشنز اللي موجوده فيه ممكن يكون عباره عن جروب اوف باكجز مثلا او سوفت وير معين، والسوفت وير ده بيشمل وليكن 20 30 باكج مع بعض،
واللايف سايكل بتاع ال 20 30 باكج دي هتكون مختلفه تماما عن بقيه الاوبريتنج سيستم. يعني مثلا كمثال ماي سيكول سيرفر ممكن تلاقي له نسخه او اثنين او ثلاثه، ممكن تلاقي عندك ماي سيكول وليكن ريليز اكس وريليز واي وريليز زد، وممكن تنستول اي ريليز فيهم. ممكن تلاقي انجن اكس 1.3 1.4 1.5، الثلاث نسخ موجودين حرفيا تمام، وتنستول النسخه اللي تعجبك فيهم. فالاب ستريم ده كله وظيفته جايه عشان تسهل عليك الدنيا شويه، يعني شويتين ثلاثه كمان. بس لما تيجي تنستول بقى المفروض هيعذبك في ايه؟ ان انت تحدد له اي اب ستريم انت محتاجه. يعني ايه؟ يعني ممكن في الاب ستريم اللي اسمه اباتشي مثلا تلاقي ثلاث نسخ للاباتشي موجودين. انا بقول مثلا يعني ده مجرد مثال. ممكن تيجي تنستول اب ستريم اسمه مصطفى، مصطفى ده تلاقي منه 10 نسخ موجودين. معنى كده انت لما تيجي تنستول اي ستريم معين او اي اب ستريم معين لازم تحدد له انت عايز ايه، انت عايز اي واحد فيهم. طيب تعالى كده ممكن اقول له كده يام موديول ليست، ده هيعمل لك ليست لكل الاب ستريمز اللي موجوده عندك. شايف كل دي اب ستريمز موجوده. بص كده عندك لو لاحظت حاجه معينه جدا، بص كده البوست جريس سيكوال ايه ده. انا عندي اب ستريم لبوست جريس سيكوال داتابيز للريليز 9.6 للكلاينت والسيرفر باكجز، وعندي اب ستريم تاني برضو لبوست جريس الريليز 10، وعندي اب ستريم للريليز 12. ايه ده يا نهار ازرق، عشان حد خد باله من الحته دي؟ معنى كده ممكن يكون عندك نفس السوفت وير بس ستريم معين منه او اب ستريم معين منه، او ممكن نسميها كده فاميلي معينه منه بفيرجن معينه. فانت لما تيجي حضرتك تنستول تقول له انا عايز الفاميلي دي، خلاص انا عايز الحاجه اللي تاجد بالتاج الفلاني. طب يا عم لو فعلت انا الاي دي ام ممكن اقول له كده يام موديول ليست، ممكن استخدم ده كده جريب داش داش كولر الاب ستريم اللي اسمه اي دي ام ايدنتيتي مانجمنت. بص كده الاب ستريم بتاع الاي دي ام، عندك اب ستريم اسمه اي دي ام والتاج بتاعه اسمه دي ال 1. ما اعرفش ايه دي ال 1 ده، والله والله العظيم ما اعرف ده ايه بالظبط، بس دي ال 1 ده بيقول لك ده بيديك الباكجز بتاعت الاكتف دايركتوري تراست اي دي تراست، وفي الكلاينت باكجز والدي ان اس باكجز والسيرفر، والسيرفر نفسه كمان يعني الاي دي ام سيرفر نفسه كمان موجود هنا. وفي عندك اب ستريم تاني اسمه اي دي ام بس ده فيه الكلاينت باكجز بس. شايف؟ يبقى انا لو انا بقى انستول الاي دي ام سيرفر هحطه على اي اب ستريم؟ ها اي اب ستريم احطه هنا؟ المفروض ده صح؟ طب اعمل الكلام ده ازاي يا عم؟ اهو يام موديول انستول اي دي ام والتاج بتاعه، التاج بتاعه نقطتين دي ال 1 بس كده. لو التاج بتاعه كان وليكن ريليز 9.6 يبقى نقطتين 9.6، لو التاج بتاعه 10.8 خلاص نقطتين 10.8 بس. انا شايف ان دي حركه ذكيه جدا. يبقى كده ايه اول حاجه عملتها؟ عملت انستول الباكجز. بعد ما عملت الكلام ده كده هقول له يام انستول ايبا داش سيرفر
وهقول له كمان ايبا داش سيرفر داش دي ان اس. ده بقى ربنا يديله الصحه، عندك كميه باكجز انا محتاج تعمل لها انستول، شايف هيروح يلم الديبندنسي بتاعتها بالحاجه دي كلها كمان، شايف؟ طيب كلام جميل، يلا يا عم عيش حياتك. بمناسبة موضوع الاب ستريم ده اتعمل لان الحاجة اللي كانت ملاحظة قوي بالنسبة للديفلوبمنت تيم في ريد هات ان البيز اوبريتنج سيستم الديفلوبمنت بتاعته ابطأ بكتير من اللايف سايكل بتاع الابليكيشنز الموجودة على نظام التشغيل ده، ودي كانت حاجة من الناس كلها كانت بتشتكي منها، او دي واحدة من الحاجات اللي الناس كلها كانت بتشتكي منها. يعني ايه؟ يعني مثلا بص الديفلوبمنت اللي بتتم وليكن في انجن اكس او في اباتشي، هتلاقي على طول الريليز شغالة شغالة شغالة، فكان عادة لما تيجي تلاقي نسخة جديدة من الاباتشي نزلت كانت بتتأخر شوية لحد ما تنزل مع كل ريد هات ريليز. خلاص؟ فعشان الناس تريح راسها راح قال لك بس يا عم ما تقعدش توجع راسنا، خلي الاب ستريم في ريبوزيتوري معزولة تماما عن بقية مين؟ عن بقية الباكجز بتاعت البيز اوبريتنج سيستم، لأن البيز اوبريتنج سيستم ده المفروض ده هو الأساس بتاعك، ده السيستم بتاعك حرفيا. لكن الباكجز اللي شغالة اون توب اوف الاوبريتنج سيستم ده هي دي اللي تهمك لما تكون شغال. طب لما تهمك لما تكون شغال انت المفروض يهمك يكون عندك الليتست ريليز. اقعد بقى يقول ستابيليتي سكيورتي ايشوز مش عارف ايه، اللي يهمك ان يكون عندك الليتست ريليز، ممكن يكون عشان فيتشر معينه. فعشان ما يعذبش الكاستمرز عمل ايه؟ راح عمل اب ستريم ده، او عمل اب ستريم ريبو ده. تمام؟ فلما تيجي تنستول ابلكيشن وليكن زي الاي دي ام او الاباتشي او انجن اكس مثلا او ايا كان اسمه، خلاص روح اعمل انيبل للاب ستريم دي خلاص، وبعد كده انستول الباكجز بتاعتها زي ما انت عايز بقى، مجرد ما عملت لها انيبل ها انستول زي ما انت عايز الباكجز، وربنا يديك الصحه زي ما انت عايز زي ما احنا عملنا كده عندها. حتى الان كل اللي انا عملته ان انا عملت انستول للباكجز، هل في اي كونفيجريشن للسيرفر تم؟ لحد اللحظه مفيش اي كونفيجريشن تم اطلاقا. عشان تبدا تكونفيجر السيرفر بتاعك ممكن تقول له كده ايبا سيرفر انستول، وايبا سيرفر انستول تعالى كده نشوف داش داش هيلب ايه اللي موجود فيها. بص في كميه اوبشنز موجوده هنا تخليك تتخض. خلاص اوبشن زي ايه؟ يعني مثلا ممكن تحدد له، خلي بالك انا في عندي نوعين من الباسوردز هستخدمهم، خليني ارجع هنا مره تانية كده، فين الورد الظريف اهو. فاكر لما كنت بقول لك ان ده الايبا سيرفر، في عندك تو مين كومبوننتس، الكيربروس والالداب، صح؟ قلت لك المعلومات كلها مخزنه هنا، كل الداتا هنا، لكن عشان تعمل اوثنتيكيت عشان توصل للداتا دي، الداتا دي زي معلومات المستخدمين زي البوليسي بتاعتهم، خلاص هتعدي على مين في الاول؟ على الحاج اللي اسمه كيربروس ده. طيب كلام جميل. طيب انا لسه في عندي كمان فيوب انترفيس موجود، صح؟ يبقى انا كده في عندي في ثلاث انواع من الادمنز موجودين دلوقتي، الادمن بتاع لوب انترفيس، والادمن بتاع الكيربروس، والادمن بتاع الالداب. بص الاثنين دول كده واحد، وده لوحده واحد، يبقى انا كده في عندي نوعين من الادمنز، في عندي الادمن اللي هيمانج الدنيا دي، وفي عندي الداتابيز باسورد بتاعه الالداب داتابيز دي، خلاص اللي احنا بنسميها الدايركتري باسورد، اسمه ال داب لايت ويت دايركتري اكسس بروتوكول. يبقى انا في عندي نوعين من الباسوردز، الباسورد اللي هتستخدمها عشان تعمل مانج ها
للمستخدمين ومانجم لوب انترفيس والدنيا تمام معاك، والباسورد الثانيه بتاعت الداتابيز بتاعت ال داب دي. بمناسبه الباسورد بتاعت الداتابيز بتاعت ال داب استخداماتها في حالات محدده فقط، زي مثلا عمليه الباك اب والريستور بتاعت الداتابيز دي، تمام كده؟ لما تحب تعمل لها ريبليكيت من سيرفر لسيرفر تاني، فاليوز كيسز بتاع استخدام الداتابيز دي محدوده جدا جدا جدا. في معظم الاحيان بتستخدم الادمن باسورد، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. طيب تعالى كده، انا ممكن اعمل سيت اب كده للسي اي، ممكن اخلي السيرفر ده يشتغل كسي اي في نفس الوقت. فانا ممكن اقول له هنا كده سيت اب داش كي ار اي، سيت اب كي ار اي ده اللي هو الكي ريجستريشن اوثوريتي، ده اللي هيسمح لي بايه بقى حضرتك؟ ده اللي هيسمح لي انت تستخدم السيرفيس دي كسي اي او كسيرتيفيكت اوثوريتي. خلاص، ايه تاني؟ ممكن اقول له كده سيت اب دي ان اس. ايه تاني ممكن استخدمه الاوبشنز دي؟ ممكن استخدم الاوبشنز دي يا سيدي انه يعمل اوتوماتيك كرييشن للهوم يوزرز او للهوم دايركتوري بتاع اليوزرز. ممكن اقول له ممكن اقول له استخدم ان تي بي سيرفر معين بالمناسبه. طيب ممكن اقول له ايه تاني؟ ممكن اقول له مثلا الريفرس زون بتاعتي، انا كده كده هعمله دي ان اس صح، فانا محتاج اعمل الريفرس زون كمان. الريفرس زون بتاعتي المفروض تبقى مع الاي بي. طب خليني كده اشوف الاي بي بتاعي كام كام. اي بي ادرس شو، وتعالى نعكس الاي بي بتاعي. انا الاي بي بتاعي 10.44.129، بس بص كده السبنت بتاعتي كام. السبنت بتاعتي سلاش 22. الدي ان اس مشكلته مع الريفرس، مع الريفرس زونز، انه بياخد المين سبنتس او الميجور سبنتس، يا اما سلاش 8 يا اما سلاش 16 يا اما سلاش 24. خلاص، فلو انت عندك حاجه زي كده هتبقى مشكله بالنسبه لك. فانت عشان احل المشكله بتاعتي دي انا ممكن ابقى اصيع منه، ممكن اقول له الزون بتاعتي كده اخليه سلاش 16 44 دوت 10 دوت ان ادرس دوت 4، ده الريفرس زون بتاعتي. طب الفورورد زون المفروض في اوبشن الفورورد زون فين بقى؟ في عندي كمان الفورواردرز بتوعي خلاص. بس في المفروض في عندي اوبشن هنا، في عندي كمان هنا هو allow zone overlap، ده ممتاز جدا لاني هستخدم دامي دومين اسمه مصطفى دوت كوم. انا ما اعرفش مصطفى دوت كوم ده اصلا موجود ولا لا، ولا في حد مستخدمه على الانترنت ولا لا. ممكن اجي هنا كده اجرب dig مصطفى دوت كوم، مش موجود اصلا. ns lookup حتى مش موجود يا عبد الصمد. طيب كلام جميل، خليني كده اروح للحاج ده ns lookup مصطفى دوت كوم. هل ده اصلا مستخدم قبل كده؟ لا مش موجود. طب dig مصطفى دوت كوم الاوثوريتي بتاعته لينكس فورس، فانا مش هينفع استخدم الدومين ده لو هو بابليك خلاص، فانا مضطر ان انا استخدمه كبرايفت واللاو الزون اوفرلاب عشان ما يقدرش يعمل تشيك حتى او يسمح ان انا كريتها حتى لو هي اصلا اوريدي موجوده قبل كده. طيب في عندي فورواردرز هنا. في عندي ايه تاني يا سيدي؟ ممكن احدد له الدومين، ممكن احدد له الريلم،
على فكرة كلمة الريلم دي هي نفس المعنى بتاع الدومين بس بلغة الكيربروس. الكيربروس بيفهمها باسم ريلم. خلاص؟ طيب أعتقد إن كده كفاية جدا. الباقي هيسأله لي، لو محتاج باسورد أو حاجة ممكن يسألها لي. فأنا كده ممكن أبدأ انستول بالمناسبة. تعالى كده، تعال نشوف هيفرقع في وشنا ولا لأ. بدأ يسألني كده شوية أسئلة، بيقول لك اللوك فايل هيكون موجود في المكان ده. خلاص، فين الاي بي بتاعي؟ انا ممكن اجي هنا كده على الاي بي ده. خلينا نعمل ديسكونكت من هنا. او حتى خليني اعملها ازاي يا سيدي؟ اعملها ولا هتفرقع في وشكوا دلوقتي؟ لا اعتقد ان انا اخليها دلوقتي، خليها دلوقتي بلاش كله مرة واحدة لحسن الناس توه مني. بيقول لي هنا اللوجز بتاعتك بتاعت السيت اب دول هتتحط في المكان ده. فانا ممكن اجي هنا كده اقول له تيل داش اف للملف الظريف ده. بدأ بقى يسألني شوية أسئلة. تعالى كده عندي، بيقول لي الهوست نيم، هو قدر يدنتيفاي الهوست نيم اللي موجود عندي اهون. ماشي، الهوست نيم مظبوط. بيقول لي يا لو سمحت اعمل لي كونفيرم للدومين ده، برضه قدر يجيب الدومين نيم بناء على الهوست نيم. ماشي، مفيش مشاكل. طب بيقول لي الريلم نيم، هتلاقي الريلم زي الدومين نيم بالظبط، بس الفرق ان هو هتلاقيه كله كابيتال. هو الكيربروس بيفهم اللغة دي. طيب الدايركتوري مانجر باسورد، دي الباسورد بتاعة ال LDAP، دي ال LDAP باسورد، وزي ما قلت لك استخدامها هيكون محدد جدا. طيب تعال نحط له كده باسورد. هيطلب منك باسورد تانية، دي بتاعة الايبا سيرفر بقى، دي اللي هتستخدمها عشان تمانج من الويب انترفيس، دي بتاعة الكيربروس تحديدا. تمانج من الويب انترفيس، تمانج من السي ال اي، برطع براحتك زي ما انت عايز. طيب الايبا ادمن باسورد بتاعتي، تعالى برضو احط لها باسورد. باسورد ميس ماتش. طيب ماشي، حلو جدا. بيقول لك انا في عندي مشكله لما رحت الاي بي فيرجن 4 تشيكنج اي بي في 4 دي ان دي ان اس. ماشي، مش مشاكل، بس للدي ان اس في عندك مشكله بالاي بي فيرجن 6. انا اصلا مش بستخدم الاي بي فيرجن 6، فانا مش فارق معايا كتير قوي في الايه، في الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. طيب بيقول لك عايز تكونفيجر دي ان اس فوروردر، هقول له ايوه. بيقول لك انا باي ديفولت لقيت عندك اربع تمانيات مستخدم كدي ان اس فوروردر، هل ممكن اكمل ولا عايز تضيف حاجه كمان؟ ها، عايز استخدمهم؟ هقول له ايوه. عايز تضيف حاجه كمان؟ لا انا مش محتاج اضيف حاجه كمان، كفايه قوي اربع تمانيات، ده حاج جوجل كبير يعني، مش محتاجين اكتر من كده. بقول لك عايز تكونفيجر كروني مع ان تي بي سيرفر او بول ادرس، ممكن اقول له كده. ماشي، الان تي بي سيرفرز اللي موجودين عندي هنا، فين يا سيدي فين؟ ان تي بي
فين الليستة بتاعتهم؟ ليه العذاب ده؟ List of public NTP servers. قول NTP.org. ليه انا بعذب نفسي؟ ممكن اجي كده اهون. ودي له الحاج ده. ودي له الحاج التاني. خلاص مش محتاجين نديله حاجة تانية. عايز تكونفيجر بالفاليوز دي؟ ايوه. بص كده لاحظ، قال لك انا هعمل سيرتيفيكت اوثوريتي وهديها لايه التفاصيل دي، ما قلتلوش اي حاجه على سيرتيفيكت اوثوريتي، بس هو شفت اوتوماتيك لوحده قال لك انا هشتغل سيرتيفيكت اوثوريتي. حد خد باله؟ وهعمل دي ان اس دومين، ده الدي ان اس دومين بتاعك اهون. ها كمل. اقول له ايوه كمل. تعال بقى هنا كده هو شغال، تعال نروح كده لللوجز ونشوف ايه اللي بيحصل. هل هيكمل ولا يفرقع في وشنا؟ في حاجة شغالة هنا اهي، وعندي طبعا شغالة اهو، شايف كل الكلام ده. بدل ما كنت رحت كونفيجر كل الكلام ده بإيديك. ها السيت اب سكريبت دي بتروح تكونفيجر كل الكلام ده وانت قاعد مثلا زي الفل، شايف؟ وبت امبورت السكيما كمان، شغلانه يعني. وبت كونفيجر السي اي السي اي سيرتيفيكت اوثوريتي. انستليشن شغاله اهون. ماشي خليها دلوقتي، خليه. حد فيكم فاكر الكوماند اللي كان اسمه سكرين؟ ما بخليك كأنك شغال على مش اس اس اتش يعني، كأنه انا عملت فاتح غلطة سنتر. شنيعة وانا شغال ده، وانا شغال دلوقتي ان انا بدأت اعمل انستول دلوقتي، وانا انا بكونفيجر سيرفر صح. عملية الكونفيجريشن بتاع الايبا سيرفر دون ممكن تاخد لها مثلا 10 دقائق او 15 دقيقة على حسب سرعة السيرفر الموجود عندك، ماشي كده؟ هل انا ضامن فعلا ان السيت اب ده ما يوقفش في اي لحظة؟ على فكرة ممكن يكون يوقف، ده مش مشكلة في السيت اب نفسه قد ما تكون مشكلة عندك انت. انا دلوقتي بكونفيجر من ريموت اكسس صح، فرضا ان النت عندك فصل والسكريبت دي شغالة، ايه اللي هيحصل؟ كل حاجة راحت. احذف الفيرشوال ماشين اسهل لك، هيبقى اسهل لك تحذف السيرفر كله وابدا من اول وجديد. ودي واحده من الكوارث الحقيقيه اللي بتحصل. فانت المفروض كنت تشغل سكرين. سكرين ده بيشغل لك كل حاجه وتفضل السيشن شغاله. والله لو السيشن فصلت منك وانت ككلاينت شغال عادي مفيش اي مشاكل، اعمل ري اتاتش السكرين مره تانية. طيب انا بقى عايز اصدمك واقول لك ان السكرين دي اتلغت في ريل 8، من اول ريل 8 والسكرين دي اتلغت. طبعا في بديل ليها بس مش وقته ان انا البوخك بحاجه تانية دلوقتي. خليها كده على رواقه كده على جنب لوحدها، لما ايه لما تكون الدنيا فاضيه هوريك البديل بتاعها، وهوريك قد ايه البديل بتاعها احسن منها 100 مره يعني. بس حبيت اصدمك يعني، فما فيش كوماند اسمه سكرين مره تانية مع ريل 8، اخر حاجه مع ريل 7. وليه الناس كلها عملت شيفت من ريل، او عملت شيفت السكرين من ريل 7 على ريل 8 على حاجه تانية؟ لانهم اكتشفوا ان السكرين الكود بيس بتاعها الديفلوبمنت بتاعته بيتم بشكل بطيء جدا، والمينتيننس بتاعته مش قد كده. فقال لك بس شيل الكلام ده كله ارميه وحط حاجه تكون مينتيند وفي اكتيف سبورت ليها من الكوميونتي. ما عليه، ربنا يكرم بس، والفي بي ان ما يفصلش وهو في اخر مرحله. شايف كميه ستيبس قد ايه شغاله؟
في سيرتيفيكتس عماله تتكري تهيا. خلي بالك انا ما لمستش اي حاجه، انت حد فيكم لاحظ حاجه؟ ما لمستش اي حاجه، كميه سيرتيفيكتس عماله تتكري وتعمل لها سايننج وشغلانه حاجه شغاله. في ايه ده؟ في حاجه كمان ظهرت عندي هنا كده. انت عارف ان لما تنستول الايبا سيرفر ايه اللي بيحصل كمان؟ المكنه نفسها اللي عليها الايبا سيرفر هتريجستر نفسها كايبا كلاينت، يعني هتبقى سيرفر وكلاينت لنفسها. خليك فاكر الحته دي. شايف سي لينوكس كوماند شغاله هنا اهي. بينستول الكيربروس دلوقتي كي ديستريبيوشن سنتر اهو. بدأ يكونفجر الدي ان اس اهو، خلص الكونفجريشن بتاع الكيربروس ودخل على الدي ان اس. وبدأ يكونفجر نفسه ككلاينت من نفسه، او كلاينت للسيرفر اللي هو نفسه. بعد ما خلص قال لك الحمد لله انا خلصت. وايه وكل حاجة عندي تمام زي الفل، ما فيش اي مشاكل فيها. بيقول لك ان السي اي سيرتيفيكت ستورد في المكان دون، والمفروض تاخد باك اب من السيرتيفيكت دي. تمام،
ماشي. في عندي بس حاجة تانية انت مش واخد بالك منها، انه بيقول لك اتأكد ان البورتس دي تكون ايه allowed، اتأكد ان البورتس دي تكون allowed. بص يا عم ريل 8 ابن حلال قوي، بدل ما تقعد تعذب نفسك وتقعد تكتب البورتس دي واحدة واحدة، نزل لك كده بسيستم، اسف، بفاير وول دي بيلت ان بروفايل، ان انت تابلاي الرولز دي كلها مرة واحدة خلاص، او الرولز الخاصة بالاي با سيرفر. كنت اقول له كده فايروول سي ام دي داش داش اد داش سيرفيس، وهضيف السيرفيس اللي اسمها، بمناسبه انا حتى الان اوتو كومبليت مش شغال معايا، فانا ممكن اعمل حركه الصايعه دي يام انستول باش كومبليشن، ممكن انستول كمان فيم، ومعها بالمره الباكج اللي اسمها نت تولز، عشان الامر اللي اسمه اف كونفيج بدل ما انا اي بي ادرس شو دي ما بحبهاش بصراحه. خلصنا كده، ممكن اعمل سودو داش اي. لو جيت اقول له كده فايروول سي ام دي داش داش اد، خلاص اوتو كومبليت اشتغل عندي والحمد لله. اد سيرفيس اللي كان اسمها فري ايبا داش 4 خلاص. بمناسبه انا محتاج الفري ايبا، محتاج كمان اتنين سيرفيس لو تفتكر كويس، كنت محتاج مع الفري ايبا محتاج الدي ان اس ومحتاج كمان الان تي بي. ممكن احطهم كلهم كده كده ضفتهم، ممكن اقول له كده فاير وول سي ام دي، ممكن اقول له كده ران تايم تو بيرمننت. permanent ايه المشكلة؟ run time to man firewall cmd run time. الكوماند موجود عندي، امال ايه المشكلة؟ خلينا ناخده كده كوبي، معلش يمكن عندي اي تايب ومستيك ولا حاجة. ده اللي انا كنت بنفذه، ماشي. ايه الفرق بينه وبين التاني بقى؟ run time to permanent p e r m a معلش الغلطة كانت في 2 داشز في الاول، بس دي كانت الغلطة، ماشي ما علينا. المهم ان انا كده عندي كمان firewall configured، وتأكدت ان firewall configuration مش هيطير لو عملت reboot للمكنة دي. خلصت عملت install IDM، الحمد لله. ممكن اقول له كده، او حتى من غير مش محتاج اقول له اي حاجه، تعالى كده if config ممكن اجي هنا كده على الماك عندي sudo vim etc hosts، ده كان اسمه IDM باش 01.linux.mustafa.com، وكان اسمه IDM 01. خلصنا كده، ممكن اجي هنا كده واقول له HTTPS IDM باش 01. الحمد لله الايدنتي مانجمنت ويب انترفيس شغال معايا، معنى كده الفايروول بتاعي كونفيجرد من غير اي مشاكل. تعال كده نعمل لوجن، اليوزر نيم كان ادمن والباسورد بتاعتي كده. الايدنتي مانجمنت سوليوشن اللي موجود عندي ايه اللي حصل له؟ اتعمل له انستول وشغال من غير اي مشاكل. طبعا لو جيت بصيت عليه كده هتلاقي عندي اليوزرز موجودين، المفروض يتعمل لهم ليست. هنا انا عندي يوزر واحد موجود اسمه
اي دي اسمه ادمن، الهوستس اللي موجوده عندي مش هتلاقي الا نفس المكنه، هي المكنه دي ريجسترد مع نفسها كمان. السيرفيس اللي موجوده عندك خلاص، دي السيرفيس اللي ليها برنسبلز عند الكيربروس. بكل بساطه السيرفيسز اللي ايدنتيفايد للكيربروس، الجروبس كمان اللي موجوده عندك، ودي البيلت ان جروبس، الاي دي فيوز، والاوتو ممبرز، البوليسز بتاعتك اللي موجوده هنا سواء كانت هوست بيزد اكسس كنترول بوليسز خلاص، السودو رولز اللي موجوده عندنا، الاس اي لينكس ماب يوزرز، الباسورد بوليسز اللي موجوده، والكيربروس تيكت بوليسي لو انا عايز اعدل الكيربروس تيكت بوليسي اللي موجوده، بالنسبه للاوثنتيكيشن، وهتلاقي فيه كمان السيرتيفيكتس هنا والوان تايم باسورد توكنز اللي موجوده كمان، والراديو سيرفرز اللي موجودين عندي، ما عنديش حتى الان اي راديو سيرفر، ممكن اضيفه بعد كده. ايه تاني؟ السيرتيفيكت ايدنتي مابينج، عندي نتورك سيرفيس اللي موجوده، في عندي الاوتو ماونت سيرفيس، في عندي الدي ان اس سيرفيس، شايف؟ فاكر دي ان اس زونز اللي انا عملتها انا كنت بعمل انستول او موجودين عندي اهم، ممكن اروح كده للدي ان اس سيرفيس اللي موجوده كده، بص شايف كميه الريكوردز اللي اتعمل لها اوتو كرييت دي، الريكوردز دي هي الريكوردز اللي الكلاينتس محتاجين يعملوا لها ديسكفري، تحديدا الحبه الحلوين دول كده، دي الريكوردز الكلاينتس محتاجين يعملوا لها اوتو ديسكفري. لو لاحظت كده هتلاقي فيه 88 و464 مش بيفكروك بحاجه كده، لو بصيت عليها مره تانية هنا مين 88 و464 دول؟ اطلع كده فوق هنا كده سنه واحده، تعالى يا عم انت هنا، مين دول؟ مين دول؟ مش دول بتوع الكيربروس برضو؟ هتلاقي عندك كمان 389، مين 389 ده؟ مش ده بتاع ال داب برضو؟ معنى كده الاوتو ديسكفري عن طريق الدي ان اس ده كانت حاجه بالنسبه لك حاجه ضروريه جدا، يعني حاجه نو نيجوشيشن فيها، يعني مفيش فيها اي مناقشه يعني. طيب كلام جميل. الايبا سيرفر نفسه، الريلم دومينز اللي موجودين عندي هو واحد بس الموجود، التوبولوجي هو سيرفر واحد برضو اللي موجود مش اي اختلاف، التوبولوجي جراف اللي موجود عندي هو سيرفر واحد بس اللي موجود مفيش سيرفر تاني حتى الان، في عندي سي اي وعندي الدومين كمان الاثنين موجودين. طيب كلام جميل. ماشي، احنا كده عملنا اول سيرفر، كده ناقص لنا خطوتين على اللي احنا عايزين نعملهم. الخطوة التانية المفروض انستول الايه؟ السيرفر التاني، ماشي؟ انستول الباكجز بمعنى ادق، وبعد كده ريبليكيت السيرفر التاني من السيرفر الاولاني، اعمل ريبليكيشن من الاثنين. خلاص؟ بكل بساطة عايز اخليهم الاثنين اكتف اكتف. تمام كده؟ وده هتبقى ان شاء الله الموضوع بتاعنا ايه؟ الحصة اللي جاية. الحصة اللي جاية هنتكلم على ازاي اخلي الايبا سيرفر التاني اكتف اكتف، لو اتبقى وقت هشرح الكيربروس فيه، ما تبقاش وقت يبقى مع المره اللي بعدها لما اجي اشرح الاكتيف دايركتوري هعرفك الكيربروس وشغال ازاي بالتفصيل الممل. ماشي كده؟ ها حد عنده مشكله؟ طيب تمام ماشي. كده النهارده الحمد لله خلصنا من اول حاجه اللي هي الاي دي ام واحد، المره الجايه اي دي ام اتنين. ماشي يا مسهل يا رب. ماشي اشوفكم على خير ان شاء الله بعد بكره، وايه وتصبحوا على خير. السلام عليكم.